السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم أربع أرقام، رقمين للداخل ورقمين للخارج، وأيضا الرقم اللي جوا اللي بصفة إشارة الواتساب، اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا رسالة عبر برنامج الواتساب، إن شاء الله نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي الحلقة بأول ملف من ملفاتنا، واللي هو ملف الدولار وسعر الصرف وارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. بعدها الأسعار دا ترتفع بالنسبة للدولار، لكن الدينار العراقي دا ينخفض. وصل سعر صرف $100 أو الورقة تقريبا 155,000 دينار أو 156,000 دينار، هذا يعني تقريبا زيادة 9,000 دينار قياسا بالسعر الرسمي للصرف. انعكس هذا الشيء على الناس وتذبذبة الأسعار السلع والمواد الأساسية منها، والكمالية أيضا ما بين الارتفاع والانخفاض، والأغلب دا يرتفع، وأكو خشية عند المستهلك العراقي وعند المواطن أنه تبقى الأسعار ترتفع وتوصل إلى أرقام خيالية، خاصة الناس اللي ما عندهم دخل أو أصحاب الدخل المتوسط والمحدود والفقراء. هواية من المحافظات العراقية بها غليان شعبي، بها غضب، بها تظاهرات بسبب موجة ارتفاع الأسعار. هواية من المتظاهرين نظموا تظاهرات لهذا السبب، ولها السبب عدنا فيديو من محافظة بابل لمتظاهرين نظموا تظاهرة خطفوا خلالها ضد سياسة الحكومة الاقتصادية اللي أوصلت البلد إلى هذا الحال. خلونا نشوف سوية جانب من تظاهرة محافظة بابل ضد ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. ذمتكم رفع الأسعار، ذمتكم رفع الأسعار، لازم ينزل الدولار، لازم ينزل الدولار، جوابك يا السوداني، جوابك يا السوداني، قاضيها عمياني، قاضيها عمياني، شعبك من جوع عاني، شعبك من جوع عاني، يا فرد المسجد ثاني، لازم ينزل الدولار، 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 احنا اهل المي والخيرات، احنا اهل المي والخيرات، هاي التظاهرة بمحافظة بابل ضد ارتفاع الأسعار، ضد ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار. محللين يقولون أنه عدم الاستقرار والتذبذب بسعر الصرف راح يستمر إلى ما بعد نهاية العام، إلى أن يتحقق توازن ما بين العرض والطلب أو المعروض والمطلوب من الدولار بالأسواق المحلية بغضون أسابيع قليلة مثل ما يقولون. بهالأثناء أكو ناشطين يدعون لتظاهرة باكر أمام مبنى البنك المركزي ساعة 10 الصبح، يطالبون خلالها حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران ولطهران تطبيق شعاراتها السابقة بأنه أو وعودها أنه راح ترجع سعر صرف الدولار إلى 118,000 لكل 100 دولار، وهاي دعوة الناشطين بهذا الخصوص. أحرار متظاهري العراق للتهيئة والتحضير للخطوة المركزية يوم الأربعاء أمام البنك المركزي من أجل مطالب الشعب وأهمها قضية الدولار، لذا ندعو جميع أحرار العراق للتهيئة والتحضير والتحشيد من أجل الخطوة المركزية يوم الأربعاء. نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، هذا الشيء ده يصير على الرغم من محاولات البنك المركزي وسعيه لضبط سعر الصرف ما بين الارتفاع والانخفاض أو الحفاظ على السعر الحالي، لكن خبراء
يقولون ويحذرون انه سعر الصرف ما راح يرجع ببساطه الى سابق عهده تقريبا عند عتبه 147 السائده على مدى العامين الماضيين لما رفعها مصطفى الكاظمي او حكومته، وان الرقم راح يرتفع تقريبا الى ان تتجاوز الارقام 160 الف دينار لكل 100 دولار. هذا الشيء اللي راح يسهم برفع وتيرة التضخم والغلاء أكثر وأكثر، وتتراجع القدرة الشرائية يم العراقيين خصوصا الفقراء والناس اللي ما عندها. هذا الارتفاع بالأسعار راح يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة وعمليات السطو اللي تنفذ ضد المحال التجارية بظل ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر. ولهالسبب عندنا شكوى لصاحب محل تجاري بحي الشعب بالعاصمة العراقية بسبب سرقة محتويات محله، وحمل التاجر الحكومة المسؤولية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار على حد وصفه. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات. رسالة لوزير الداخلية، وزير الداخلية شنو انتم بس مناصب بس بوك؟ عم الله ما يرضى، مو متنا هسه رجعت هاي عباد الله رجعت تكبسل ومخدرات وهاي، وقامت تبوك ترجع باقت، واللي يبوق يطب للمركز بشده بشتين يطلع. عم نمشي عليكم الله ومحمد وعلي والحسن والحسين والكاظم وعمر وابو بكر، رجعونا الحراس الليليين. وانت يا وزير الداخليه رساله اليك، فعل عمي فعل فعل امه، الناس قامت تنباك، الناس بحلالها جاي يبوقون بيها. الناس بعد ما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وكان أول تعليق موجود ويانا على منصة فيسبوك لذو الفقار علي السعد يقول: دور القوات الأمنية في منطقة الشعب ضعيف جدا مع الأسف الشديد. ياسين الدراجي يقول: غياب الدولة هو السبب، الله يعوضك. وعلي العطوان يقول: الله يعوضك، تريد حكومة تحمي هي روحها محاميتها، بالعكس هم يردون الوضع فوضى وهم دخلوا المخدرات. يا وزير يا بطيخ، الوزير والمسؤول يجي ياخذ مالاته ويروح، ما زال البلد تحكمه احزاب ما ينصلح. اما عباس يقول: ملاحظه صغيره، من يلزمون الحرامي المشتكي ياخذ فصل من اهله ويروح يتنازل عن الحرامي، هاي همينا اذكرها. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، هو قضيه ارتفاع الاسعار، انخفاض القدره الشرائيه عند العراقيين، وارتفاع قيمه الدولار امام الدينار العراقي. ابو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ افل، انت تقول اكو خبراء مختصين بهذا الشيء. نعم. الخبراء لو هم خبراء ايش عني؟ هم نفسهم البرلمانيين حراميه، الوزراء حراميه، الخبراء هم اضرب من عندهم. هو لو ما تجي تعليمات من الوزير، من وزير ماليه وغير ماليه، شو اللي راح يرتفع الدولار؟ زين السوداني من نطى وعود، هاي الوعود الكاذبه، يعني بشر رجال انت ايش كبرك ايش عرضك مشوارب؟ ما تستحي من تجدد؟ من تنطي وعود كاذبه؟ لويش؟ يعني البرنامج كان البارحه، نهار البارحه انا راح اطلع عن الموضوع مالك، نهار البارحه نعم بكركوك واقفين طوابير يستلمون حصه النفط. نعم. يعني استاذ العزيز خلينا نرجع لورا، ما نسمي مسميات في سبيل لان اكو عندكم بالبرنامج اكو ناس تنغث من نسمي مسميات. قبل 2003 نعم باي وقت تروح تجيب نفط من البنزينخانه باي وقت؟ برميل تاخذ برميلين تاخذ ثلاثه بكيفك. نعم. وسعر مدعوم، سعر مدعوم، البرميل ما يصل يعني يلق لك 100 دينار او 200 دينار او 500 دينار. شنو هسه حصه البطاقه؟ حصه البطاقه من تجي تطلعها ب 25000. نعم. يعني من ترجع ل 2003 بقيمه نص صفرين مال النفط. زين انت من تقول الدينار الدينار، زين خلينا نرجع حلقه قبل 2003. نعم. قبل 2003. زين قبل 2003 كانت عمله ورق، عمله ورق طبع كاغذ عادي. وماشيه البلد فيها وماكو والعالم عايشه، ماكو شيء مجاعه استاذ العزيز. وترى هسه اللي يبوق لحلومه. اكو عالم قتلها جوع. يعني انت من تجي تقيس اذا صيرفه كان مش مسؤول. نعم. اذا تجاره كان مش مسؤول. اذا مقاوله كان مش مسؤول. ومن تجي تقيس يا ما يخافون، لان بدايه الاحتلال كانوا الرؤوس الكبار تبوق، هسه قامت تنزل للمحافظه ومن المحافظه للقضاء ومن القضاء للناحيه. ها ومن الناحيه نزلت على دوائر بسيطه. نعم. يعني هسه اي دائره بسيطه اذا ما تنطي فلوس ما يمشي الشغل كله، ما يمشي.
وفلوس من يقوم يخايرك تعوضها السوقيه، يعني اصلا شيء خلينا نقول لجان ما التعويضات. شنو انت بيتك متفلش مع احتراماتي لك؟ يقوم يخايرك على حقك، زين هم ياباني ما يريد فلوس، عمر لي بيتي مثل ما كان. لما اذا تعطيني مليار وبيت يسوي 100 مليون بالبناء، ابني لي بيتي، انا اريد بيتي. يعني يا عمي هذا الحكي ترى ما يصير. ناس عاد تنطي وعود كاذبه، كذب بكذب، من الحلبوسي للكاظمي للقبله للقبله، ناس ينقص الناس. زين هسه موازنه، الموازنه مال 22 وين راحت؟ سرقه القرن وين راحت؟ هو بس سرقه القرن، هاي الموازنه هسه مال 22، احنا طبينا ب 23 صادفت. نعم. يعني هذه جرو هذه عرض. ابو عبد الله ليش السؤال اللي قبلها، يعني انت تقول لي ميزانيه 2022 زين، والميزانيات اللي قبلها الانفجاريه شنو اللي شافه المواطن العراقي من عندهن؟ ما شاف كل شيء، المواطن العراقي يشوف كثافه بس مع احتراماتي لكم، احترامات المواطن الطيب، يعني بس كثافه وفقر وضيم وقهر. نعم. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. الفساد له دور رئيسي بالانهيار اللي دا يستمر بالبنيه التحتيه بالعراق. العراق واحد من الدول الاكثر فسادا بحسب منظمه الشفافيه الدوليه، مو انا اقول ولا القناه ولا اي احد. منظمة الشفافية الدولية تقول العراق هو من البلدان الأكثر فساداً بالعالم. طبعاً هذا الشيء راح يأثر بشكل طبيعي على النظام الصحي واللي هو أكثر نظام فاسد بالعالم. يمكن تتعدد مظاهر الانهيار بالقطاع الصحي بشتى الطرق. وصل الحال إلى أنه ينعدم وجود مستشفى أو مستوصف أو مركز طبي بهواية من المناطق. هذا الشيء اللي يدفع المواطن أنه يسوق ويقطع مسافات طويلة حتى يوصل المريض اللي عنده إلى أقرب مركز طبي موجود للمنطقة اللي هو ساكن بها. وتخيلوا حال اللي يكون عنده حالة حرجة، خصوصا بالمناطق اللي خارج المدن الكبيرة، إذا استعصى توفر سيارة إسعاف، لأنه لما ماكو مستوصف وماكو مركز طبي وماكو مستشفى فأكيد ماكو سيارة إسعاف. هذا اللي صار بالفعل ويا والد طالبة من ناحية الفرات بقضاء هيت بمحافظة الأنبار، ورا ما دهورت حالة بنتها الصحية نقلها بسيارته الخاصة وساق مسافة طويلة جدا على أمل أن يوصل إلى أقرب مركز أو مستوصف أو مستشفى قبل ما تفارق الحياة. خلونا نشوف. شوف يا وزير الصحة، شوف يا وزير الصحة، صحة الأنبار، شوف هاي الطفلة تمرضت بالمدرسة وجابها ودبها لأهلها، ماكو مستشفى قريب كان وديها عليه، وأنا متجه الهيت وشوف هذا طريق هيت قدامك ما أقدر أمشي، وهاي تريد تموت. أجي ماكو مستشفى بالبنمر، ماكو مستشفى بالبنمر، مستوصف محملين بإيمانية ساعتين إلى الظهر يروحون يفتحون العيادات، ماكو يا عرب. شوف هاي الطفلة أنا بتصل المستشفى الهيت، ماكو مستشفى، ماكو بشر. يمكن بالسبعينات كانت بالقرى والنواحي والمناطق النائية يدزون لازم طبيب وممرض، ولازم يكون بأي مكان أكو طبيب وممرض، لكن هذا حال بهيت. نطلع من هيت نشوف الفساد اللي دا يصير بالبلد، فساد مستشري بكل مكان ويدعي عرق الإيجاد أي تغيير بالقطاع الصحي بالعراق. أكو منافسة شرسة بالفساد بين السياسيين حتى يفوزون بوزارة الصحة. ليش؟ لأنه بيها عقود وبيها أموال يخلوها بجوبهم، عقود أدوية، مشاريع مرتبطة بالوزارة، مستشفيات وما دون ذلك. هذا الشيء اللي أدى إلى أن تكون حقيبة الصحة من حصة حزب الدعوة اللي رشح بدور الوزراء الغير أكفاء حتى يديرون هذا الملف الحساس. وتذكرون وزيرتنا عديلة حمود والصفقات اللي اشترت بيها، تكرمون مثلا نعال طبي والقيمة وغيرها، وهذا الأمر اللي انعكس سلبا على الواقع الصحي واللي وصل به الحال إلى أنه يناشد الآباء حتى يحصلون على علاج الأبنائهم، مثل ما راح نشوفه بهالفيديو لوالد واحد من الأطفال اللي ناشد وناشد ونافشد حتى يوفرون علاج الابنة قبل أن يفارق الحياة ورا تعذر علاجه بمستشفيات الحكومة. خلونا نشوف.
الله جاي من قدام عنده انسداد بالشريان مال القلب، والقران صار له 3 ايام ما نايم، والقران شوفوا حالته، هاي حالته. الله حبيبي الله شوف بابا جنب اتمنى منكم واحد يجي يشوفنا، اتمنى واحد منكم يجي ينقذنا، والله تعبت، والحسين 3 ايام ما نايم متاذي، الطفل متاذي، والله واصل للموت. انا حاليا بمستشفى الزهراوي ببغداد، مستشفى الزهراوي ببغداد، اتمنى تجون، اتمنى واحد ينقذ الطفل، والله عمليه اراد لعمليه واسرع وقت، اريد بس يعطوني قبول مستشفى الكفيل مستشفى الحجه، بلكي يقدرون يسوون العمليه، يعني هنا ماكو ما يسوون العمليه، هنا ما يقدرون هنا، بس مستشفى الكفيل يمكن عندهم كادر، لو مستشفى الحجه عندهم كادر يقدرون يشتغلون العمليه مالتي. اريدكم توصلون بس صوتي للمستشفى الكفيل، بلكي تجي اسعاف تقدر تطلعه، لان شنو ما لازم القبول مالته والخروج مالته لازم اسعاف وتودي. جاي تخيل نظرات ابني من بوالي يقل لي ساعدني وين ما بدي. لا إله إلا الله. طفل محتاج عملية بكل مقاييس الدنيا، ما حد المفروض يفكر بأي تفكير يجي بباله ويمنع طفل بعمر الورد أن يأخذ علاجه، لأنه ما افتهم شيء من الدنيا، ولا أكو مقياس بالدنيا يقبل أنه يشوف طفل ده يتعذب والصوت اللي سمعته قبل شوية إله ويعوفوه وتاليتها صار جوا التراب. الله يعين قلب أبوه والله يعين قلب أمه، ما أقول غير. هالناس لما شافت هذا الفيديو بالذات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أم يوسف تقول الله يساعد قلبك وقلب أمه، عشت نفس إحساسك، ظليت أناشد وأناشد حتى ابني يعيش، وظل بالعناية 5 أيام ومات، وعيونه تباوع لنا وإحنا ما بيدينا شيء نسويه حتى ننقذه، راح أرحم الراحمين، راح الجبار منتقم، يا رب نشوف يوم بيهم. ودعوة المظلوم أخطر دعوة. أم علوش تقول يقهر المسكين الله يصبره ويعوضه إن شاء الله، صدق نظراته كأنه يقول له ساعدني. والأمار علي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصبركم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد بالحكومة، ساءت حالته وتوفى الطفل بسبب إهمالهم. زهراء مؤمل تقول حسبي الله ونعم الوكيل، كم حالة مثل هالطفل الحكومة ولا همهم. والمشكلة بعيدة عن الحكومة، واعتذر من الأطباء، أكو هواية من الأطباء اللي يغار على مهنته ويغار على القسم اللي أداه لما تخرج من كلية الطب، بس أرد أعرف وين وصل الحال بالعراق أن يكون طفل هاي مآلاته، طفل يستنجد وراها يموت ونشوف دمعة الأب بهاي الصورة. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عم أسعد، كل عام وانت بخير بوي. وانت بألف خير يا رب. وكادر وزارة الديانة إن شاء الله بخير، إن شاء الله دائما سباقين ونشوفكم بخير إن شاء الله، بخير وبركة نشوفكم والله العظيم. تسلم يا غالي. والله يا عمي والله شلعان قلوب، حتى قلبنا على حالة طفيل. والله حتى قلبي يهديني، أنا رجال هم مريض، والله شاهد والله العظيم. رب يعطيك الصحة والعافية يا رب. يعني والله خلي يسمعني أبوه، خلي أناشد حتى الشعب العراقي علي، يعني هاي كارثة، يعني هاي ما صايرة، يعني حتى يا شغل لك، يعني حتى يمكن بأفريقيا هاي التعبانة ما صايرة. نعم. ما صايرة عمي، هاي ما صايرة بالعالم، هاي ما صايرة بالعالم. أنا أقول لك شلون، لو أنا ملتهين بخليجي 25، الأخ السوداني وغير السوداني والعيداني ذول همهم خليجي 25، ما يهمهم الشعب والله العظيم. وحتى ما ارتفاع الدولار ب55، الله شاهد 155 يا عمي، هذا كله لإيران،
كل دولة كل دولة تابعين لإيران، دولة إيران تحركهم، يعني دولة عملاء مال إيران. خلي يسمحوني كيوم يسمحوني. نعم. أول تشرين من الناصرية أبو عمر أسوأ والله رؤوسكم أسوأ، كيف تاس على رؤوسكم والله، ما عدكم شرف ولا عدكم ضمير، كان من أكون من عسكم، ما عدكم ضمير والله العظيم، والله نهت البلد ونهت الشعب. الله يتخذ من عندك يا الحمش يا السوداني، والله يتخذ من كابي عندك، والله يتخذ من عصم على الزيولة، الله يتخذ من عصم على الطب الآلي. وأنا على أبوك لا حتى خليجي 25 لا حتى العيداني زين زين، ما لازم على الشعب هذا، لا الشعب لا الشعب انتهى من وراهم زين، العالم جاحت من وراهم. نعم يا المسكين يا ولدك الطابة يا طابة يا خي 25 هذا. نعم. ما ترى كل الصور هاي عمي ما ترى يا سوداني يا ابو السوداني هذا. نعم شكرا 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 لك ابو عمر. سبعينات وثمانينات القرن الماضي كان التعليم بالعراق عادل التعليم بالدول الاسكندنافية، كان الأفضل بالمنطقة، كان الأفضل بالبنى التحتية، كان الأفضل بالمناهج، كان الأفضل بالمناهج التدريسية والوسائل التعليمية، والأفضل بمستوى التدريس، والأفضل بالتجهيز للمعلم والطالب. وهذا الشيء هواية من المنظمات الدولية تقوله، من ضمنها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو اللي هي قالت إنه التعليم بالعراق بالسبعينات كان يعادل التعليم بالدول الإسكندنافية. أما واقع التعليم اليوم صار حشاكم زبالة، تراجع وتراجع بظل الضعف البنى التحتية واللي زاد من معاناة الطلاب على بشكل عام هو ضعف البنى التحتية بالشوارع وبالمدرسة وغيرها. ومن أبرز أسباب هو ضعف الاهتمام الحكومي من تشوف المدارس تعبانة، ضآلة التخصيصات المالية المرصودة إلى الواقع التعليمي قياساً باقي القطاعات بالعراق، غياب عامل الاستثمار مثلاً عن الفساد اللي ينخر قطاع التربية والتعليم واللي هو حالة من حال باقي القطاعات العراقية. تجلى مظاهر الفساد بالتعليم بفشل حكومات ما بعد عام 2003 ما بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم لبلدنا الحبيب، ومنها حكومة المالكي على سبيل المثال أن تأهل مدارس أو تعيد بناء مدارس وراء ما هدمت المئات والمئات من المدارس العراقية. بظل هذا المشهد السوداوي صارت أخبار انهيار الصفوف والمدارس وسقوطها ظاهرة شائعة بالعراق، بسبب أنه يومياً نشوف فيه فيديو، ظل غياب الرقابة، ظل غياب المتابعة، ظل غياب الصيانة الدورية للمدارس القديمة، آخرها انهيار مدرسة السابس الابتدائية بناحية الدجيلي بمحافظة واسط. خلونا نشوف. هاي مدرسة السابس احدى مدارس الدجيلي انهارت وسلمت الطلاب حفظها الله. باوع شوف بناية تعود لي اكثر من 100 سنة، وين الدولة؟ وين الاشراف؟ وين المسؤولين؟ باوع 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 شوف مدرسة المحطة رايحة رمموها ترميم كلاوات وفضوا بيها صفقات مالية وكل شيء ما سووها. يقول لك مدرسة عمرها مئات السنين، يعني تخيلوا هاي عمرها فد 80 سنة، ما نقول مئات السنين خلينا نقول 80 سنة من العشرينات يلا الحد 2003 هي واقفة، الحد 2010 هي واقفة، صارت 2013 وراء عقد من الزمن من الاحتلال هي واقفة، بس طخينا العقد يعني 20 سنة وقعت. يا ترى ليش؟ انتوا جاوبوا على هذا الشيء. اللي زيد الامر تعقيد بالبنيه التحتيه والطرق المؤديه للمدارس بعموم المحافظات، لان هي الثانيه اكو بها اهمال كبير ورا ما تبخرت الفلوس اللي رصدت لصيانه الطرق والشوارع والازقه وراحت الى جيوب الفاسدين وانترست. اكو هوايه صور من مدينه الفلوجه وتحديدا من منطقه 24 بحي الشهداء اظهرت حال طلاب المدرسه اللي هي مدرسة نبض الحياة ورا ما غمرت مياه الأمطار الطرق المؤدية للمدرسة.
خلونا نشوف سوية حال طلاب مدرسة نبض الحياة وشلون الحياة تنبض يمهم بظل الخراب والدمار. هاي طلاب اليوم بالأربع وعشرين قوة يمشون ويا الحياطين يلا يعبرون يطب المدرسة خطية ما يقدرون منا الشوارع معاك ومنا أنا تشيلي طير وراهم سابقا كنا نسمع اكو ضمن الجيش الهندسه العسكريه او الجهد الهندسي التابع للجيش دول اللي لما يوصلون الى جدول او نهر او اي مكان هم اللي يبنون جسر ويبنون طريق حتى تفوت الاليات العسكريه التابعه لاي جيش بالعالم يحتاج الى طلاب مدارس العراقيه ان يكون هنالك جهد هندسي خاص بهم فكل طالب يطلع الاثنين ثلاثه شايل له خشب وشيل مان وما اعرف شنو حتى من يوصل هيك مكان يسووا له جسر دا يعبر الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع وأول تعليق اختارينا لكم من منصة فيسبوكم من منصة فيسبوك عفوا وسام الحلبوسي يقول احنا محاصرين من جميع الجهات صار اسبوع احكي وياهم التنكر عطل التنكر صار التنكر بالطريق التنكر مريض وعلى هالدوالغ شبعنا حكي لله المشتكى خطاب العساوي مدير البلدية من استلم المنصب لا وصل حي الشهداء او حي الشهداء صار منكوبة بالماء والنزيز حسبي الله ونعم الوكيل للأشقاء العرب اللي يتابعون بالنسبة إلى النزيز اللي هو يقصدون بها مياه المجاري أو مياه الصرف الصحي أم حمودي والله ما حد يرضاها أدري وين المسؤولين يعني طفل يخوض بالطين على مود يروح للدوام ويرجع بعد وين ننطي وجهنا هاي شهداء وجبيل إلى متى هيش تبقى الحكومة وبلدية ما منتبهة بس وقت الانتخاب ووقت المصالح يتذكرون المواطن وسام العراقي يقول والله عيب على المسؤولين مع الأسف والله مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم مستمر وياكم فاصل قصير ونرجع لكم ابقوا يعني برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس كيف بدأوا مشوارهم وما هي طريقة إدارة أعمالهم ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم محمد من أمريكا حياك الله يا محمد أهلا وسلام عليكم أستاذ عسل تراجعاتي عليكم السلام ورحمة الله يسلم راسك يا رب تراجعاتي أنت عمري حارين مقتل المجرم قاسم سليماني ما يهمهم الطفل المات الله يرحمه ما يهمهم المدارس شوقة أستاذ العزيز جايين يدمروا العراق من 2003 كفيلك محمد على مود إيران كفيلك الله البنوك مسؤولة عليها حرس الثورة الإيراني حتى يقولون زين الله لا يرحم قاسم سليماني والله لا يرحم شكو زين إيراني تابع لإيران عمل هاي الأطفال مثل الورود زتروح كفيلك محمد لو عندنا بأمريكا هذا ما يخلون الله يرحمه يقول عم يقولون اليهود والله اليهودي أشرف عندكم يا إنجاز يا زيون إيران يا إنجاز وقت تحسون بالتغيير ما عندكم على عراسكم تجي تصير غيرة على الشعب دمرتوا للبلد الله يهتم عليكم وعلى عراسكم يا قواويل
انا على ابوكم لابو حتى. شكرا شكرا لك ابو محمد، اعتذر منك بس رجاء هاي الكلمات ما نريد نقولها بالبرنامج. شكرا لك. واحد من الملفات اللي يعاني من عندها المواطن العراقي، خصوصا انه احنا مقبلين على فصل الشتاء، هو الكهرباء. كهرباء بالعراق هو واحد من اكبر الملفات الشائكه اللي بها اوجه عديده. اكو بها وجه اقتصادي، اكو بها وجه اجتماعي، واكو بها وجه امني. خلال السنوات الماضيه العشرين تسبب انقطاع التيار الكهربائي بمظاهرات هوايه وتكررت باغلب محافظات البلد. هواية من التظاهرات طالبت بالكهرباء، هواية من التظاهرات قالت ما عندنا كهرباء بالصيف وبالشتاء. وصار ملف الطاقة بالعراق شماعة يهدرون بها مليارات الدولارات السنوات وسنوات وسنوات، على الرغم أنفقوا هواية من الفلوس لكن الخسارة بالكهرباء بعدها مستمرة. فالعراق تقريبا ينتج 19,000 ميجاوات ويستثمر جزء منها والجزء الثاني الضايع. سوء التخطيط للمدن يساهم بعرقلة تنظيم مد الشبكات، خصوصا بالمناطق اللي تشهد بناء تجاوزات أو استحداث تجاوزات. عندنا مقطع مصور من قرية آل مهوس بقضاء الخضر بمحافظة المثنى، طلع لنا طريقة نصب الأعمدة الكهربائية قريبة من جدول مال المي، وسط مخاوف من تسريب الكهرباء وتأكل الأعمدة بسبب المياه. يعني تخيلوا جدول مال مي صفى عمود مال الكهرباء، تخيلوا لوين وصل الحال. خلونا نشوف. يعني سيادة المدير معقولة هذا الشغل؟ تجيب العمود مال الكهرباء وتنصبه على المجرى مال الأرض هاي الزراعية؟ يعني تعديت منها شفت الكارثة. هذا يقولون صار له أسبوع، صار له أكثر من أسبوع. هذا شلون ما راح يتأكل هذا المي؟ العمود شلون ما راح يتاكل؟ لاحظ شوف، يعني اسبوع نايم بسط الماي هذا شلون ما راح يتاكل؟ ليش احنا نبقى نشتغل شغل الخطا؟ على الاقل كان خليته بعد مسافه هنا ذيك الجهه اللي ما بيها زراعيه، ليش جيبه تخليه هنا؟ باع كل الاعمده هيش تنصيب مالتها، صار لها اسبوع هو عمود كهرباء ما نعرف نصبه. ترى مشكله، والله مشكله. اللي يقص الاخ يعني تخيلوا جدول مال مي، يبنون داخل الأرض الزراعية مالتها عمود مال الكهرباء ويحفروا له حفرة والمي يطمر هاي الحفرة، راح يزنجر يصدي ويوقع، وإذا وقع راح يقطع الوايرات، وإذا قطع الوايرات وطبن بالمي راح يسبب كارثة. طبعا هاي جانب. جوانب الأخرى اللي هي جودة الأسلاك الكهربائية مثلا وتأثيرها على قدرتها بنقل الطاقة، لأنه الأسلاك المستخدمة تتأثر بطبيعة مناخ العراق، وهذا راح يعزز ضياع الطاقة بشكل كبير، خصوصا التسبب بهواية من المشاكل التقنية. مثلا منطقة السيدية أو ناحية السيدية بقضاء الشطرة على سبيل المثال، تحديدا وراء مدرسة النخيل، تعاني هاي المنطقة أو هاي الناحية أنه ما بها خدمات، ومن ضمنها الكهرباء، لأن المنطقة تعتمد بكلها ناحية بأكملها تعتمد على هذا العمود اللي تشوفوه أمامكم. وأكو بي شبكة راسمها لا والله شبكتها عنكبوت بها هندسية أفضل، أكو شبكة مع الوايرات طابة طالعة رايحة جاية ما أعرف شنو، وهذا اللي الناس تحذر أنه أكو بي خطورة على تلاميذ المدارس والمارة، وخصوصا لما يكون موسم الأمطار والفيضانات والانهيارات دا تصير بموسم الأمطار. خلونا نشوف. حية السيدية خلف مدرسة النخيل الابتدائية في قضاء الشطرة، نناشد السادة المسؤولين من القيمقام ومن مدير كهرباء توزيع الشطرة المحترمين بوجود حل لهذه المنطقة التي أصبحت منطقة منكوبة بسبب عدم وجود الكهرباء. يعني شوف، هذا عمود كهرباء واحد وكل المنطقة جارة عليه، شوفوا يعني شوف وهاي الوايرات وهاي السقوط، يعني شوف هذا شوف زين. عندنا طلاب مدارس، عندنا البارحة واحد النتل من تبطر الدنيا، يعني احنا ناشدنا القيمقام، رحنا للاستاذ حيدر وما قصر وكتب لنا كتاب وحولنا عليه دائرة كهرباء توزيع الشطرة، رحنا للاستاذ نعيم المحترم وناشدناه وقال هاي خطة كهرباء السيدية لحد الان على اساس من 2019 وراح تاخذها شركة وتنفذها الشركة، ومن 2019 ولحد 2023 راح ندخلها بعد اسبوع ان شاء الله،
ولحد الآن هاي كهرباء السيدية، وهي منطقة طابو صرف، منطقة قديمة وواجهة منطقة وعلى الشارع العام، ومثل ما تشوفون هاي كلها جارة وايرات عبالك، يعني منطقة نائية، يعني منطقتنا أشبه صارت منطقة نائية. مع تحيات شركة كهرباء كل من إيده إلو. التجاوزات همين تساهم مشاكل شبكات نقل الطاقة، وتتفاقم أزمة الكهرباء ورا ما عجزت الحكومات المتعاقبة من الاحتلال لحد هاي اللحظة أن تحل معضلة انقطاع التيار الكهربائي، وأن تنشئ بنية تحتية مناسبة تمنع التجاوزات. ومن مضار هاي التجاوزات وأخطارها تسرب التيار الكهربائي إلى الأعمدة ثم إلى الأرض، تسبب حوادث صعق ونتل للأطفال والجهال والمارة والطلاب. خلونا نشوف سوية هالمشهد من منطقة سبع أبكار تابعة إلى مدينة العظمية ببغداد قرب مدرسة نور المصطفى، قبل أن نستعرض التعليقات. السبب هاي الضفيرة تشطل، شوفها شوف هاي الضفيرة مشطلين وهي رايحة المشتل. انت قاعد تحكي بالجروب الثالث حبيبي، وهاي الولد ياتيهم جماعة الصيانة واجدين، وهذا العامل شوفها هاي الضفيرة تشطل، شوفها زين. السبب هاي الضفيرة تشطل. اخوي العزيز سلام عليكم، هي كلها شطل. وين التنظيم بالموضوع؟ ما اتذكر انه قبل عام 2003 كان اكو هذا المنظر من الوايرات بالشارع، ما اتذكر. وما اتذكر فد يوم تسرب التيار الكهربائي على عمود، وما اتذكر اكو واحد كان يتجرأ يتشطل على عمود. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت، وأول تعليق اختارنا لكم من منصة فيسبوك أيضا زيد الكعبي يقول: آفة الفساد تنخر جسد وزارة الكهرباء ببقاء جميع المدراء ومسؤولي الأقسام والشعب لأكثر من 4 سنوات في مناصبهم وعدم تغييرهم وتدويرهم. الأستاذ هيثم حاتم يقول: كهرباء سبع أبكار مو يمهم أصلا، لا مناشدة ولا اتصال يفيد. أثير يقول: الكهرباء خالينها للفساد وخالين وزير على قد يدهم، وكذلك شغلة سياسية لتقديم منفعة للدول الجوار. وأم محمود قولها إيران وفضها، هي أصلاً محلتنا 338 من كل نواحي تعبانة، خدماتها كون بس يباعون عليها. مشاهدينا الكرام، كان هذا ما يخص الفساد اللي دينخر ملف الكهرباء بالعراق. يكون واحد يطب هلهل على بلد صرف تقريباً 60 مليار وأكثر على الكهرباء وهذا حالها. أبو أيسر من تركيا حياك الله. الله يسعدك أستاذ، بس اعطيني شوية مجال أحكي. والله هو يعني أنا أمنيتي، بس تعرف عندي فقرات أخرى، تفضل. أستاذ بالنسبة للكهرباء، هذا إحنا نعرف الدواعش والميليشيات هم عملة واحدة تابعة لإيران، وهاي العملة ما تخلي العراق ينهض حتى يؤدي الخدمات للعراق بصورة صحيحة. ما يريدون العراق يصير هو أكوا، يعني انتوا لو بس تباعون على دول الخليج، مع الاسف لو عندهم شرف بس يباعون على دول الخليج، شو حتى بيوتهم خدم او حشم. يعني ناس عايشين بخيراتهم، خيرات النفط، واحنا عندنا 47 من الخيرات او 72 احنا ما عايشين بيها، لان اصلا احنا نريد حقوقنا كلها تروح الدول الجوار. ابو عيسر، هم يعرفون انه اكو واحدة من دول الخليج مواطنيها ما يدفعون فاتورة كهرباء اصلا؟ حتى لو يدفعون ماكو عندهم كهرباء، لا تطفي ولا ترمش ولا يشطلون. احنا شعب نريد حقنا يا استاذ. كل هاي الفلوس اللي تروح كلها لإيران، كل البنوك اللي انسرقت من العراق راحت لبنان، ومنها كم لبنان راحت لإيران. نعم نعم نعم. إيه، فبلد فاشل، يعني شعب ما يريد حقه يا أخي. خيرات العراق كلها تروح. يعني إحنا قلت لك بس سالفة واحدة بسيطة، قلت لك لو عندهم شوية ذرة من الأخلاق والشرف كان ما شوف دول الخليج. أكو بيت مادي خدامة
وكذا، اكو بيت ما بي سيارتين ثلاثة، اكو شارع ما بي خدمات، اكو شارع ما بي كهرباء. يا اخي احنا هذا العراق كل من جي حكمه من ذاك التاريخ لهذا التاريخ اجى تاريخ اسوأ. قبل هذا التاريخ كانت كهرباء من موشي بالعراق، بس يريد نقول جابوا حرامية لان ايران ما تريد العراق وامريكا ما تريد العراق يصير كهرباء. شكرا لك ابو ايسر، واعتذر منك بس الوقت راح يدركني. ميليشيات الموجودة بالعراق أحيت ذكرى مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بغارة أمريكية 3/1/2020، وعدت هواية من المحافظات العراقية هذا اليوم عطلة رسمية متجاهلة بسجل الجرائم اللي ارتكبوه أو اللي ارتكبه سليماني ضد العراقيين. المزيد من هاي التفاصيل حول الذكرى الثالثة لمقتل سليماني والمهندس سياق هالإنفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي، خلونا نتابعه. صار مزح شخصي بافتخار بك فالمونديا حشت الشعبية عراق افتخار ممكن كثير بالي مزح. بالي صار مزح شخصي افتخار يعني نعمة إلهية. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا تقرير الانفوغرافيك اللي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين، شكرا جزيلا إنه. أما بخصوص الهاشتاغ، على الرغم من مسؤوليتهم عن مقتل آلاف المدنيين بالعراق وسوريا واليمن، تواصل ميليشيات الحشد أن تحاول تبيض صورة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بوقت العراقيين والإيرانيين بأنفسهم يستهجنون نفوذ الميليشيات المتصاعد واستغلالها لأي مناسبة حتى تستعرض وجودها بالعراق. مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي تهكموا على محاولات تبيض صورة سليماني والمهندس على وسم هاشتاغ كباب فرمندا المستوحى من نشيد إيراني يردد أتباع طهران بالعراق ولبنان بإشارة إلى المصير اللي واجهه قاسم سليماني والمهندس بعد مقتلهم بغارة أمريكية قبل 3 أعوام. خلونا نقرأ التغريدات ويانا. هيلين الجبوري تقول: تمر اليوم على العراقيين الشرفاء فقط ذكرى سعيدة جدا جدا، وبهذه المناسبة السعيدة أتوجه بخالص التهاني والتبريكات لكل شريف ومخلص فرح بهذا اليوم، وأحياء لهذه الذكرى أتوقع الكل راح يأكل كباب اليوم، ونسأل الله أن تمر علينا هذه المناسبة والعراق محرر ويعيش في أمان ورفاهية. هاشتاغ كباب فرمندا. علي يقول: في إيران تضرب صور سليماني وأبو مهدي بالأحذية، أما في العراق تقدسهم الذيول. هاشتاغ كبا فرمندا. سرمد: بمناسبة مرور 3 أعوام على حادثة المطار أعرض إليكم إحصائيات الثار لهم. تم قتل 0 جندي أمريكي، تم إصابة 0 جندي أمريكي، تم تدمير 0 آلية أمريكية، تم إنتاج 100,000 أغنية وأوبريت يتوعد بالثأر. هاشتاغ كباب فرمندا.
وباسم الخزرج يقول هاشتاق العراق قادة الإطار والحشد ومحمد الشيع السوداني امتنعوا عن حضور حفل كباب المطار ولم يحضر المالكي والعامري والحكيم وحمودي وغيرهم، والسبب الرئيسي لعدم حضورهم هو الخوف من ردة فعل واشنطن حتى لا يصبحوا هدفا للمسيرات الأمريكية. صور الحفل تبين أن عدد الحضور لا يزيد عن 50 نفر. هاشتاق كباب فرمندا. كانت هاي التغريدات اللي تخص موضوع هاشتاق كباب فرمندا والذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ضربة المطار بعام 2020. مشاهدين الكرام، إلى حد هذه اللحظة من بداية البرنامج إلى هاي الدقيقة تقريبا 50 دقيقة مرت، وأنا صورة الطفل اللي طلعت قبل شوية قابضة قلبي. بس أريد أقول كلمة واحدة للسياسيين وخص بيها محمد الشيع السوداني، الله لا يوفقك. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.